طلاب راح ناخذ مثال، راح ناخذ موضوع جديد اللي هو الابلكيشن اوف سكند اوردر ديفرنشال ايكويشن اللي هو ماس سبرينج سيستم. احنا خلصنا من موضوع السكند اوردر ديفرنشال ايكويشن، واذا تجيني معادله ديفرنشال من الدرجه الثانيه، يعني شنو قلنا الدرجه الثانيه؟ يعني دي سكوير واي لي دي اكس تربيع فور اكزامبل. اذا تجيني اعرف احلها واخذت اكو عندي تكنيكس حليت بيهم اللي هم اخذت الكونستانت كوفيشنت واخذت ال variable او parameters وحليت حسب شنو تجيني نوع المعادلة. هنا راح ناخذ application application عن هذولي التكنيكس، يعني هذول التكنيكس اللي اخذتهم انا وين اوظفهم من تجيني فد مشكلة معينة، شلون راح استفاد من هذول التكنيكس اللي تعلمتهم. هنا الموضوع اللي راح ناخذه اللي هو الماس سبرينج سيستم. انتبه هنا بهذا الشكل، خلينا نفهمه بالله. هنا اكو عندي سبرينج، خليني راح احكي عن هذا الاي. هنا اكو عندي سبرينجه ومعلكها، اوكي معلكها بالسقف مثلا. هنا هاي السبرنجه مجرد انه معلكها، فهذه وضعيتها، اوكي مجرد سبرنجه معلقه، هذه وضعيتها مثل ما موضحه بالشكل اي او بالوضع اي. الوضع بي شنو اللي سويته؟ انه بهاي السبرنجه علقت فت كتله معينه، علقت لي كيلوين 3 كيلوات، كتلة معينة علقتها. الكتلة احنا نرمز لها بالرمز M، واضح؟ من علقتها نزلت بمسافة او ازاحة مقدارها L، واضح؟ هسا هذا الرموز راح يصير عندك رموز هواية، فانتبه شنو هذولي، هما ما ينسون، الموضوع سهل. نزلت بمقدار ازاحة M او L، مقدار الكتلة M، اوكي؟ اوكي، الكتلة سحبت لي النابض او السبرينج بمقدار معين اللي هو L، واستقرت على هذا الوضع مثل ما موضح بالوضع B. هنا شنو عندي؟ عندي بالبداية هذا اسمه وضع الاستقرار. السبرينج هسه هنا وضع الاستقرار اللي هو الإكوليبريم، إكوليبريم بوزيشن، اوكي هنا السبرينج اخذ وضع الاستقرار، علقت بيه هذه الكتلة اخذ وضع الاستقرار مثل ما موضح بهذا الوضع بي. بعد شنو اللي سويته؟ خليني افهم السلوك مالت السبرينج. اذا هذه الكتلة لزمتها بإيدي مثلا وجريتها لجوه، جريتها لجوه بهذا الاتجاه، اوكي صار بالنابض مثل ما موضح السبرينج تمدد، مو وهذا شيء طبيعي، كل ما زيد عليه القوة كل ما راح ينمد بشكل اكبر. شنو اللي صار؟ انطاني ازاحة اضافية، خلي لونها باللون الاحمر حتى تكون واضح، إزاحة إضافية، هذه الإزاحة، هذه لأن هي كانت بوضع الإكوليبريم، مو إزاحة إضافية مقدارها أو اسمها واي نوت، هذه يمتى ورا ما سحبتها، تمام. هسا إذا أتركها شنو راح يصير؟ اللي راح يصير إنه هذا السبرينج شبيه راح يسحب الكتلة، يسحبها للأعلى، تمام. إذا راح يصير عندي قوتين، الكتلة تسحب السبرينج للأسفل، وقوة النابض قوة السبرينج راح تسحب الكتلة للأعلى، تمام. لذلك من أتركه هذه الكتلة نلاحظ أنه السبرينج يصعد الكتلة والكتلة تنزل السبرينج، وهكذا تستمر الحركة مالتهم، يصعد وينزل السبرينج، يصعد وينزل السبرينج، تمام بهذا الشكل. فهذه حركة راح تكون هسه مستمرة، هذه الحركة او ما مستمرة راح نعرف. طبعا اذا ماكو قوة توقفها هي راح تستمر بهذه الحركة،
لكن بالحقيقة هو هذا السبرينج ما راح يستمر للأبد. ليش؟ لأنه اكو عندنا قوة احتكاك ويا الهواء وغيرها وغيرها، راح يوقف السبرينج ورا مدة معينة. احنا مو هذا موضوعنا بالوقت الحالي، راح نتطرق له بمحاضرات أخرى. اوكي، إذا احنا هسه هذا اللي نحتاج نفهمه، انه الكتلة اول شيء احتاج افهمه عندي الاكوليبريم بوزيشن اللي هو حالة السبرينج ورا ما علقت بالكتلة اللي مقدارها M، ورا ما علقتها هذا راح ينطيني ازاحة مقدارها L. اوكي، هذه الازاحة الى وضع الاكوليبريم. بعدها اذا سلطت قوة معينة حتى اسحب هذه الكتلة راح ينطيني ازاحة اضافية مقدارها Y not. طبعا هذه الازاحة تأثر على اليمن او تأثر بشكل مباشر على قوة السبرينج. يعني شنو تأثر على قوة السبرينج؟ يعني قوة السبرينج تزداد كل ما ازيد هذه الديسبليسمنت. اذا نلاحظ هذا المثال اللي موجود عندي، هذه الصورة اللي موجودة هنا، نعرض هذا السبرينج مالت التمارين الرياضية. هذا السبرينج كل ما تسحبه بالبداية بإمكانك تسحبه بسهولة، لكن من تسحبه بعد كل ما تزيد المسافة مالت التمدد مالت السبرينج، كل ما راح تشوف انه دا يصير صعب عليك تفتحه اكثر. واضح؟ السبب بهذا الشيء انه السبرينج مقاومته تزيد كل ما تزيد المسافة او الازاحة اللي دا تصير عندي. يعني شنو؟ يعني معناه قوة السبرينج F سبرينج تتناسب طرديا ويا من؟ تتناسب طرديا ويا ال L اللي هي الازاحة. اوكي، طبعا العلاقة الطردية احنا نعرف لما نشيل العلاقة الطردية ونخلي بمكانها علامة يساوي لازم نخلي فاكتر. اوكي، بمعنى يتناسب طرديا، كل ما يزيد الفاكتر او كل ما يزيد ال L راح يزيد عندي ال F سبرينج. اذا عندي ال F S يساوي K L. ال K شنو هو؟ هو معامل التمدد للسبرينج. هذا ال K معامل التمدد للسبرينج، هذه يعتمد على نوع السبرينج اللي موجود عندي. اوكي، فالكي اذا ما موجود نقدر انه اوجد من قوة السبرينج، اذا متوفرة اقسمها على ال، وهكذا تعتمد. بالامكان انه مرات ينطيني اياها بالسؤال، مرات انه اضطر احسبه، وهكذا. هذه حالات مختلفة. اوكي، لكن المهم اعرف انه قوة السبرينج اللي هي الاف اس اللي هي تسحب لي الكتلة للأعلى، أوكي، تتناسب طرديا ويا الإزاحة، وتعتمد إذن على الإزاحة. واضح الحد هنا؟ أوكي، هسا إحنا هذا الشكل ما نحتاجه، أو خلينا نوخره لهنا. أوكي، خلينا ناخذ بالله هذه الكتلة، هذه اللي سميناها M، هذه المعلقة بالسبرينج، هذه مؤثرة عليها. خلينا نشوف القوى المؤثرة عليها. القوة الأولى المؤثرة عليها اللي جوا اللي هي شنو؟ تمثل لي الوزن مالت الكتلة، مو الوزن مالته، الوزن ايش يساوي لي؟ الكتلة بالتعجيل. أعرف هذا الوزن الكتلة بالتعجيل، خلصت من عنده هذا الوزن أو القوة اللي تأثر على الكتلة باتجاه الأسفل. بعد شنو عندي؟ عندي القوة اللي تأثر للأعلى. شنو هي القوة اللي تأثر للأعلى؟ هي قوة السبرينج، هي اللي راح تسحب لي الكتلة باتجاه الأعلى. قوة السبرينج قلت هي تناسب ويا من؟ ويا الإزاحة، مو؟ وعرفت شلون أحسبها قوة السبرينج. الـ F سبرينج يساوي لي K معامل التمدد للسبرينج بمن؟ بالإزاحة. هذه يمتى؟ هذه بحالة الاستاتيك، حالة الاستاتيك اللي هي منو؟ هذه الحالة البي استاتيك، انه السبرينج ما تشبيه واقف، يعني لا السبرينج يقدر يسحب لي الكتلة ولا الكتلة شبيهة جاي تقدر تمد السبرينج اكثر. اوكي، بحالة اكوليبريم، حالة استاتيك، اكو عندي هذه الحالة، هذا هو
الفري بودي دايجرام للشكل. نعرف شنو الفري بودي دايجرام، اخذناه مرحله اولى ميكانيك الهندسي. هذا فري بودي دايجرام للشكل، هذا يمته بحاله الاستاتيك. اذا عندي الحاله دايناميك، يعني شنو دايناميك؟ يعني صارت اكو عندي حركه. اوكي خلينا نشوف يعني شنو حركه. يعني عندي هذه الكتله اللي اسمها شنو قلنا؟ ام. عندي هذه الكتله، هسه القوه المؤثره للاسفل ما عندي بيها مشكله، هي الوزن، العفو، ام كتله بالتعجيل. وللاعلى شنو عندي؟ اف سبرينج كي بيمن بالازاحه. هسه الازاحه هنا ايش قد عندي؟ اذا اشوف هنا الشكل الوضع سي، ايش قد صارت الازاحه؟ طبعا منين احسب هالازاحه؟ من وضع لما كان السبرينج هنا، الحاله البدائيه للسبرينج. ايش قد صار عندي الازاحه؟ بحاله الاستاتيك صارت الازاحه مقدارها ال، بحاله الدايناميك صارت ال زائد واي نوت. صارت هذه الازاحه الكليه اللي راح يتحرك بيها النابض. اذا K في L زائد الواي، هذه راح تصير هي مقدار قوة السبرينج بيا حالة بحالة الدايناميك. اوكي اذا صاروا اكو عندي حالتين، واحدة حالة الستاتيك وواحدة حالة الدايناميك. اوكي هسه هذولي خلصنا من عندهم، اجي للحسابات مالتي، اجي خلي استفاد من هذول المعادلات مالت الاكوليبريم، هذول المعادلات الاكوليبريم او الفري بودي دايجرام. شنو عندي هسه؟ اجي للكتله، ايش راح اقول؟ الكتله القوه الاولى المؤثره عليها ايش قد مقدارها؟ قلنا ام في جي اللي هو الوزن، هذا مو الوزن، هذا ايش ننطيه؟ ننطيه اشاره موجبه. ليش ننطيه اشاره موجبه؟ لان راح نفرض انه كل قوه راح اقول اتجاهها الى الاسفل واشاره موجبه. هذا بالنسبه منه قوه الوزن اتجاهها للاسفل واشاره موجبه. اذا كل قوه اتجاهها للاسفل اخذ الاشاره مالتها موجبه. الاف 2 هسه المؤثره، الاف 2 او الاف سبرينج اقول ايش تساوي لي؟ ايش قد مقدارها؟ هسه انا داحكي انت حاله الاستاتيك، ايش قد مقدارها؟ كي في ال، اعطيتها اشاره سالبه. ليش؟ لان القوه اتجاهها لوين؟ الى الاعلى، واشارتها سالبه. اوكي خلص. هسه اذا نريد نحكي نقول ات ستاتيك، بحاله الستاتيك، بالستاتيك الاف 1 ايش تساوي لي؟ تساوي لي الاف مالت السبرينج، تمام. هذا اذا نريد نحكي هنا حاله الاكوليبريم، الاف 1 الوزن يساوي لي قوة السبرينج حتى يخلي لي الشكل مثل ما موضح هنا بالوضع بي. بالوضع بي مثل ما قلنا لا القوة او الكتلة ما تسحب لي السبرينج اكثر ما تقدر، ولا السبرينج يقدر شنو يرفع لي القوة للاعلى. اذا هي باقية بحالة شنو؟ بحالة استاتيك، يعني القوة مستسلمة للسبرينج ما تقدر تسحبها اكثر، والسبرينج مستسلم لهاي الكتلة ما يقدر يرفعها لي فوق. هذه حالة استاتيك، اذا هما مساوين، واضح. هنا الاف 1 اللي هي منو؟ الام، الام كتله بالتعجيل، شو يساوي لي؟ يساوي لي الكي بالار، مساويات بالمقدار لكنها متعاكسات بالاتجاه. هسه اجي ات دايناميك، حالة الدايناميك شنو راح يصير عندي؟ القوة الثانية اللي هي قوة السبرينج ايش راح تصير؟ ماينس كي في ال
زائد واي مثل ما قلنا، مثل ما وضحنا من هذا الشكل. تمام، هذه هي الاف سبرينج صارت عندي. ليش؟ لانه الازاحه هي صارت عندي الكلي ال زائد واي. تمام، لا تنسى. تمام، ايش راح اقول؟ راح اقول اف 1 زائد اف 2 ايش يساوي هسه؟ القوة الأولى زائد القوة الثانية. القوة الأولى هي ايش قد مقدارها؟ ام جي، هذه الكتلة بالتعجيل. هسه راح اخذ فري بودي دايجرام المن للشكل بحالة الدايناميك، ناقص هذه القوة اللي هي الاف 2 اشارتها سالبة، يعني كي ال ناقص كي واي. ليش فتحت القوس؟ هسه راح اعرف. هسه هذولي خليني ابسطهم، الاف 1 زائد الاف 2 القوة الاولى زائد القوة الثانية. انا شنو قلت بحالة الاستاتيك؟ الام جي يساوي كي ال، يعني ام جي ناقص كي ال شو يساوي؟ صفر. تمام، ناقص شو بقى عندي؟ فقط سالب كي واي، يعني اف 1 زائد اف 2 يساوي سالب كي بالواي. يعني شنو؟ يعني معامل التمدد هذا الكي مضروب بمن؟ مضروب بالواي اللي هو المسافة من حالة انه كان عندي بوضع الإكوليبريم الى الوضع الجديد للكتلة، اوكي؟ او الوضع الجديد لنهاية النابض، نهاية السبرينج، اوكي؟ ان شاء الله هسه هذه مقدمة فهمنا بيها مفهوم الماس سبرينج سيستم، انه شلون يتحرك، شنو معنى الازاحة، شنو العلاقة بين الكتلة وقوة النابض، والعلاقة بين الازاحة اللي انا يتحرك بها النابض وبين قوة النابض. عرفوا شنو معامل التمدد اللي هو الكي، اوكي؟ عرفت اكو عندي حالتين اللي هم الاستاتيك والدايناميك. بحالة الاستاتيك انه القوة المؤثرة للاسفل يساوي القوة المؤثرة للاعلى، لذلك يكون وضع النابض او السبرينج بحالة ستاتيك ما يتحرك. واكو عندي حالة اللي هي الدايناميك بعد ما سحبت الكتلة للاسفل بقوة معينة، اوكي، بقوة معينة راح تستمر، اكو عندي تصير حركة للنابض انه شنو يصير بحالة التمدد وانضغاط، تمدد وانضغاط، اوكي. هذه الحالة اللي نحتاج نعرفها. وبعدين وصلنا لهذه المعادلة اللي هو مجموع القوى المؤثرة على النابض او اللي تسبب لي هذه الحركة، هي عبارة عن معامل تمدد النابض بهذه المسافة الواي اللي هي المسافة الإضافية او المسافة من وضع الإكوليبريم الى الوضع الجديد او الموقع الجديد للكتلة او نهاية السبرينج، اوكي. ان شاء الله راح نستمر بشرح الموضوع وراح ناخذ حالات للسبرينج، لانه مثل ما قلنا هذه الحركه انه السبرينج راح يستمر يصعد وينزل تمدد وانضغاط، راح يستمر هاي الحركه للابد. لو ما يستمر لا اكيد انه يعني اكو فرضيه نقول انه يستمر، فرضيه فقط لاجل الحسابات، وفرضيه اخرى نقول لا هذا ما راح يستمر لانه اكو عندي قوه اخماد. راح نعرف شنو مصطلح معنى مصطلح قوة الإخماد، اوكي، بالمحاضرات او الفيديوهات القادمة. شكرا جزيلا.